السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اسمي ايمان من قناة يوميات ايمي. اللي ما يعرفنيش ينزل بقى يخبط لايك ويعمل اشتراك ويفعل زر الجرس. النهاردة معانا ايه؟ معانا النهاردة وصفة علشان خاطر ريحة العرق. تمام، احنا دلوقتي في الصيف، وزي ما انتوا عارفين ان ممكن الواحد بقى ينزل يبقى الجو حر ولا حاجة، فيبتدي ان هو يعرق حتى لو هو واخد 100 دوش. طيب معانا ايه؟ انا معايا هنا بجنيه شابة مطحونة، لو انت عايزة تجيبيها شابة قطع وانت تطحنيها في البيت براحتك جدا. انا جايباها ونخلاها، ومعايا هنا معلقتين صغيرين من النشا، ومعايا معلقة ونص من الفازلين الطبي، ومعايا هنا دي بودرة بتاعت اطفال، بودرة كبار، المهم ان هي بودرة بتاعت الجسم، ومعايا هنا زيت جونسون، واي نوع عطر عندك انت بتحبيه، اي ريحه بيرفوم انت بتحبيها عايزه تحطيها حطيها. تمام، هي لو انت ما حطيتهاش مفيش مشكله، بس انت نوع البيرفوم اللي انت بتحبيه وبتحبي تستخدميه على طول، لو حطينا منه جزء صغير جدا هيحسسك ان انت طول النهار في انتعاش. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هننزل اهو بالشابه المطحونه، وهننزل عليها بالنشا. كل المكونات عشان خاطر بس ما زهقكمش، كل المكونات هننزل عليها، وادي البودره، وادي الفازلين، وهنحط هنا حوالي معلقتين من الزيت. هعجنها وهرجع لكم تاني. انا كده خلاص عجنتها، انا بس برضو حطيت بس كده، برضو زودت معلقه زيت جونسون، وهحط اهو ده كده اي حاجه بسيطه قوي من اي نوع عطر عندك، اي نوع برفيوم انت بتحبيه حطيه، مش حابه براحتك خالص. وبعدين هقلبهم واحطهم في اي علبه قديمه عندي وهستعملها، احطها جوه بقى في الحمام بتاعي. بعد ما اخد الدش بتاعي هحط في المنطقة لازم تكون مبلولة، يعني اهم حاجة ان هي تكون لازم تكون مبلولة، وده استخدام يومي فقط، يعني لازم ناخد دش كل يوم ونحط منها. هحطها في العلبة وهاجي لكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا عملتها حطيتها في العلبة، دي العلبة قديمة عندي. بصوا الكمية اللي احنا عملناها كمية قليلة قوي، مديت للعلبة ديت، كل ما تخلص من عندك انت اعمليه تاني، ما تعمليش كميات كبيره علشان خاطر ما تنشفش منك، ويكون الملمس بتاعها، بصي الملمس بتاعها طري ازاي جميل. انا كده خلاص خلصت معاكم الفيديو، استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.